الصفحة 16. رابعا، تنقية الماء. نادرا ما نجد في حياتنا ماء نقيا تماما، فحتى ماء الشرب كما عرفته سابقا يحتوي على الكثير من الأملاح والغازات الذائبة فيه، ولا يعد ماء البحر استثناء من ذلك، فهو يحتوي على الكثير من الأملاح بنسبة مختلفة تفوق غالبا نسب وجودها في الماء العادي أو الماء المعبأ، وتستخدم عدة طرائق لتنقية الماء ليصبح صالحا للاستخدام البشري، ومنها التقطير والأسموزية المعاكسة. وهذه الطرق عادة ما تستخدم في تحلية ماء البحر، وقد أصبحت تستخدم للمنازل بعد أن صنعت أجهزة مطورة لهذا الغرض تعمل على مبدأ الأسموزية المعاكسة. فكيف تتم تنقية المياه باستخدام هذه الطرائق؟ 1. الأسموزية المعاكسة (reverse osmosis). تستخدم طريقة الأسموزية المعاكسة في تنقية الماء وخاصة المياه المالحة ومياه البحر. لكي تتعرف مفهوم الأسموزية المعاكسة وتفهم مبدأ عملها في تنقية الماء، عليك أولا أن تتعرف إلى الخاصية الأسموزية. فما المقصود بالخاصية الأسموزية؟ وكيف تساهم في انتقال السوائل بين المحاليل المتفاوتة في التركيز؟ لتتعرف إلى ذلك، نفذ النشاط 1-3. النشاط 1-3، الخاصية الأسموزية. المواد والأدوات المطلوبة: جزرة، كمية من الماء المالح، ماء عادي، خيط، حامل. الخطوات: 1. احفر في الجزرة ثم ضع فيها كمية من الماء المالح وحدد مستوى سطح الماء فيها. 2. علق الجزرة في وعاء به ماء عادي كما في الشكل. 3. اترك الوعاء بما فيه بضع ساعات. في الشكل هناك خيط معلق بحامل ومعلق بالجزرة، الجزرة موضوعة في كوب ماء وفي داخلها ماء مالح. 17. 4. لاحظ التغيير الذي طرأ على سطح السائل داخل الجزرة. هل انتقال الماء من داخل الجزرة إلى خارجها أم العكس؟ يسمى غشاء الجزرة غشاء شبه منفذ. فماذا يعني ذلك؟ ماذا نسمي هذه العملية؟ اكتب بلغتك الخاصة تعريفا لمفهوم الأسموزية. عرفت من النشاط 1-3 أن الخاصية الأسموزية تؤدي إلى انتقاء الماء المذيب من المحلول الأقل تركيزا إلى المحلول الأعلى تركيزا عبر أغشية شبه منفذة، وتستمر عملية الانتقال إلى أن يصل ارتفاع السائل داخل الجزرة إلى حد معين يتساوى عنده ضغط السائل الموجود في الجزرة مع الضغط الناشئ عن اختلاف تركيز السائلين الموجودين على جانبي الغشاء شبه المنفذ، فيتوقف انتقال السائل، ويسمى هذا الضغط الضغط الأسموزي. والسؤال الآن، ماذا يحدث إذا أثرنا على سطح السائل في الجزرة بضغط يفوق الضغط الأسموزي؟ لتعرف على ذلك، ادرس الشكل 1-3 ثم أجب على الأسئلة التي تليها. في الشكل 1-3، رسم تخطيطي يوضح ألف الخاصية الأسموزية، باء الخاصية المعاكسة. في الرسم ألف هناك خزان فيه بالوسط غشاء شبه منفذ، من ميلة اليمين هناك ماء مالح، من ميلة الشمال هناك ماء عادي، والأسهم تنتقل من الماء العادي إلى الماء المالح. أما في الشكل باء فهناك نفس الخزان، على اليمين ماء مالح وعلى الشمال ماء عادي، وفي الوسط غشاء شبه منفذ، لكن هناك مكبس يؤثر بضغط من ميلة الماء المالح، فتنتقل الأسهم من ميلة الماء المالح إلى الماء العادي ويخرج منها ماء صالح للشرب. ماذا سيحدث لهجم المحلول المالح في الشكل 1-3 ألف بعد فترة زمنية كافية، ولماذا؟ أين يؤثر ضغط المكبس في الشكل 1-3 باء؟ وما تأثير ذلك في انتقال الماء بين المحلولين؟ تعمل الأسموزية المعاكسة على مبدأ إحداث ضغط أعلى من الضغط الأسموزي وباتجاه معاكس له على أحد جانبي الغشاء شبه المنفذ من جهة المحلول الأكثر تركيزا، أي الجانب الذي يحتوي على الماء المالح،
وبالتالي سينتقل باتجاه معاكس للضغط الأسموزي، ويجب أن يمتاز الغشاء الشبه المنفذ المستعمل بالقدرة على مقاومة الارتفاع في الضغط مثل الأغشية السليلوزية. الصفحة 18، يمكن استغلال هذه الطريقة في تنقية الماء، إذ نحصل منها على نوعيات مياه عالية الجودة، لا سيما إذا استخدم الكربون المنشط بعدها. وتعد هذه الطريقة من الطرائق المكلفة اقتصادياً، إذ يلزم تغيير الغشاء شبه المنفذ بشكل دوري. سؤال: كيف يمكن تحسين عمل الغشاء شبه المنفذ وتخليصه من الدقائق العالقة به؟ 2- التقطير distillation. مع أننا نعيش في عصر التقدم التكنولوجي الواسع، إلا أنه ينذر وصول إلى طريقة ناجحة تتيح الحصول على نوعية المياه المطلوبة تماما، ولكن عند مقارنة البدائل الموجودة نجد أن طريقة التقطير تعد أكثر الطرق فعالية، وهي طريقة قد تلاحظها كل يوم. فأنت عندما تسخن الماء في وعاء مغطى، تجد هناك بضع قطرات من الماء قد تجمعت على الغطاء في أسفل إذا فتحت الوعاء، وهذه القطرات تشبه الماء المقطر لأنها مرت بعمليتي التبخير والتكثيف. أما في المختبر فيمكنك تنفيذ النشاط 1-4 لتعرف كيف حدث عملية التقطير. النشاط 1-4، تقطير الماء، المواد والأدوات المطلوبة: مخبار مدرج، جهاز تقطير الماء، ماء ملون يحتوي على كبريتات النحاس والقليل من التراب والملح، موقد بنزين، قطع من مادة فخارية، كأس زجاجية، منصب ثلاثي، شبكة تسخين. الخطوات: 1- ضع 100 ملي من الماء الملون في دورق التقطير، وضع معه قليلا من القطع الفخارية المسامية التي تسهل عملية الغليان عن طريق توسيع الحرارة في جميع أجزاء الماء. 2- ركب جهاز التقطير كما في الشكل. 3- سخن الدورق حتى يتبخر جميع الماء ويتم تجميعه في الكأس الزجاجية، وذلك بعد تبريده أثناء مروره في المكثف. ماذا تسمى هذا الماء؟ 4- تفحص المادة الباقية في الدورق، سجل مشاهداتك. 5- دون ملاحظاتك حول الماء المقطر من حيث اللون والرائحة والعكورة. الصفحة 19، في جهاز التقطير في الرسمة هناك قطع من مادة فخارية مسامية موجودة داخل دورق التقطير، وهو عبارة عن زجاج دائري في أعلاه ميزان حرارة، ثم يخرج من الدورق قطعة زجاج مستطيلة فيها زجاج متعرج مع مدخل للماء ومخرج للماء، وهناك قسط زجاجي صغير محل ما بيظهر الماء المقطر. تلاحظ من النشاط 1-4 أن الماء الناتج عن عملية التقطير يكاد يخلو من الأملاح والمواد الذائبة، وبالتالي يمكن استخدام هذه الطريقة في الحصول على ماء نقي بدرجة عالية، غير أنها تعد من الطرائق المكلفة اقتصاديا. لماذا؟ والآن حاول الإجابة على الأسئلة التالية: ما العمليات والتحولات الفيزيائية التي تصاحب عمليات التقطير؟ اكتب بلغتك الخاصة تعريفا لمفهوم التقطير. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم عملية التقطير تزيل معظم الشوائب والمواد والأملاح الذائبة في الماء، إلا أن أجزاء ضئيلة من الشوائب يمكن أن تبقى في الماء المقطر. 5- المحاليل. يحتوي الماء على الكثير من المواد الذائبة والتي يسمى كل منها مذابا، في حين يسمى الماء مذيبا، ويسمى المذاب والمذيب معا محلولا solution. وبشكل عام فإن المذيب هو المادة التي توجد في المحلول بنسبة أعلى، والمذاب هو المادة التي توجد في المحلول بنسبة أقل. فالمحلول مخلوط متجانس تنتشر فيه دقائق المذاب عادة بشكل منتظم بين دقائق المذيب في جميع أجزاء المحلول. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن: هل هناك محاليل يمكن أن يكون فيها المذيب غير الماء؟ لتعرف ذلك ادرس الجدول 1-1
الذي يبين أنواعا مختلفة من المحاليل وبعض الأمثلة لكل نوع منها، ثم أجب عن الأسئلة التي تليها.